السلام عليكم الدراري، نتمنى تكونوا بألف خير. المهم اليوم جيت لكم فيديو جديد على التوقعات ديال غدا ان شاء الله ديال نهار الاربعاء. المهم واحد ضرب هاد لي ماتش. المهم اليوم اخوات بينا البارسا واخوات بينا ليفربول. مي معليش الدراري، الجمعه طلع ورقه، السبت طلعنا ورقه، راه طلعنا ورقه. الا مشى النهار ماشي مشكل، نورمالمون كلشي داكشي اللي قلت لكم راه لوجيك، نورمالمون كلشي غادي يبوب بديك الطريقه. المهم غدا ان شاء الله غنحاول ما امكن انني نعطيكم شي حوايج شي ميتشان اخرين، ما ندويوش على دوري الابطال، انما علاقاش بان ليا فيه تخاور بزاف الشيء اللي بان ليا. المهم ندخلوا الدراري نشوفوا الورقه. المهم الدراري هي الورقه. المهم قلت لكم البارسا اللي ماركيت اللي بيوت ما ماركتهمش. دورتموند قلت لكم لا ماشي دورتموند، لا هذا ديال دورتموند ما عطيتوش لكم، عطيت لكم هذاك ديال اجاكس، عطيت لكم اجاكس مع تشيلسي البي، راه طلع بالبي. ليفربول حتى هي ماركات جوج بيوت، كان خصنا واحد البيت. مي معليش الدراري على الاقل صافي، لا مشى ماتش راه مشى كلشي. المهم غدا ان شاء الله الدراري باريس سان جيرمان تماركي ثلاثه د البيوت، ريال مدريد الدراري تماركي جوج بيوت، التعاون الدراري تربح، والنصر الدراري تماركي جوج بيوت. باريس سان جيرمان تماركي ثلاثه، الريال تماركي جوج، التعاون تماركي التعاون تغلب، والنصر الدراري تماركي جوج بيوت. هذه هي الورقه ديال غدا، يكون خير ان شاء الله. ما تنساوش الدراري ابوني جيم كومونتير زوين، شجعونا الدراري، نشروا الفيديوهات ديال الدراري باش يكون خير. باقي عند الوعد ديالي، الا وصلتوني لجوج كا 10 دي كونت ديال وان اكس بيت فيهم مبلغ رمزي غادي تربحوهم. يلا تشاو الدراري.